نبتدي مع حضرتك بقى بالجزئيه الفنيه على طول. لقاء الاهلي وصن داونز، احنا مقبلين ان شاء الله يوم السبت ويوم الاحد عندنا لقاءين مهمين جدا لممثلي الكره المصريه، بيراميدز في الكونفدراليه والاهلي في دوري ابطال افريقيا. الاهلي كسب فوز مش هنقول عليه غير مطمئن، هو 2-0 نتيجه مش هنقول ان هي ممتازه بس هي نتيجه جيده. اللي كان غير مطمئن شويه لقطاع كبير من جمهور نادي الاهلي انه الاداء مش بشخصيه الاهلي. هل حضرتك متفق مع التفسير ده ولا بتشوف لا انه اهم حاجه النتيجه وان دي لقاءات تكسب ولا تلعب؟ طيب بص، اول حاجه يعني انا طول عمري ضد الحاجه اللي بتتعمل من زمان، الاجهاد. احنا في بدايه الموسم فاللياقه مش جاهزه، وبعدين بعد شويه الموسم يقرب يخلص يقول لك الاجهاد، احنا في نهايه الموسم فاللعيبه مجهده، مع ان العالم كله مش كده. بس الحقيقه موسيماني في تصريحاته الاخيره لقناه النادي الاهلي بيتكلم على الاشتباك في ثلاث بطولات، صحيح، الدوري وافريقيا والكاس السوبر الافريقي. 18 يوم الاهلي بيعمل اربع مباريات صعبه جدا، صحيح، بجانب طبعا الضغط بتاع المباريات، صحيح. طيب انا عايز اقول لك بس ان الاجهاد ظاهره عالميه الموسم ده، مظبوط. يعني مانشستر يونايتد لما تلعب ثلاث مباريات في خمس ايام كانت النتيجه بسبب تأجيل مباراته بتاعت ليفربول في الأول، كانت النتيجة أنه ما كسبش في الثلاث مباريات الأخيرة، وآخر ماتش كان فولهام، وسولشاير وبيب جوارديولا ويورجن كلوب، ما فيش مدرب في العالم مش بيشكي من الإجهاد. صحيح صحيح. فإذا الإجهاد حقيقي فيما يتعلق بنادي الأهلي، وده تفسيري الأول لأداء النادي الأهلي في بعض المباريات الأخيرة، وخصوصا في الشوط الثاني من هذه المباريات. اللعيبة مجهدة، ده حقيقة، من ضغط المباريات والاشتباك في بطولات كبيرة ومباريات كبيرة، من أول كأس العالم للأندية إلى اللعب مع سان داونز، صحيح، اللي هي شوف بقى من أحسن الفرق اللي بتلعب كرة في أفريقيا. صح، وده باين على فكرة، مش بس في لقائهم مع النادي الأهلي، اللي متابع لسان داونز هيقدر يشوف الكلام بس اللي حضرتك بتقول. المرة دي كمان قدام النادي الأهلي فرقة عندها قوة بدنية وعندها سرعة، وصعب قوي القوة والسرعة يبقوا في الفرقة كلها، بدليل السبرينت اللي عمله محمد شريف مع دفاع سان داونز ما كسبش السباق، مع ان شريف لعيب سريع جدا. فخلي بالك من السرعة بتاعت المدافعين. صحيح. الحاجة التانية عندهم اسلوب لعب، كرة على الارض، بيتحركوا كتير، بيبادلوا الكرة كتير، عندهم ثقة في النفس بالمهارات اللي عند اللعيبة كلها تقريبا. وبلا شك وكلنا عارفين ان الجون الثاني بتاع النادي الاهلي يعني ادخل السكينة نسبيا الى جمهور النادي الاهلي. جون مهم جدا 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 طبعا، يعني جون كان مهم جدا. طب الظاهرة بقى لما جم اختاروا الكافي، اختار التشكيلة المثالية للدور الثمانية مباريات الذهاب، ولا لعيب من سان داونز، ثلاثة من كايزر تشيفز، اثنين من الأهلي بس اللي هم فعلا نجوم المباراة، محمد الشناوي وإليو ديانج، وبقية اللعيبة العرب، ثمانية عرب بشكل عام، يعني بما فيهم الاثنين بتوع النادي الأهلي. طب هو سان داونز زي ما فيش فيه نجوم؟ لا، سان داونز في ماتشه مع الأهلي هو الفريق النجم مش اللاعب النجم، يعني أمير سعيود عمل ماتش كبير جدا فتحط في التشكيلة. إليو ديانج عمل ماتش كبير جدا مع الاهلي فتحط في التشكيله، الشناوي طبعا اتحط في التشكيله، فالتشكيله فيها اشارات للمهارات الفرديه. انما الاداء الجماعي لسان داونز لا، فرقه جامده وبتلعب كره حلوه وكره ممتعه وعندها ثقه وبتلعب ولعبت مع النادي الاهلي في السلام، بدليل المدرب يعني بيقول انا اول مره اشوف الاهلي بيلعب على ارضه بهجمات مرتده. في الماتش بتاع الماتش الجاي عايز تكتيك مختلف، رأيي باختصار كده لازم يلعب بثلاثة بوسط الملعب، أنا أعتقد كده يعني في ماتش العودة. طبعا. ومن ضمنهم أكرم توفيق، لأن غلطة موسيماني في المباراة الأولى أن أول تغيير كان لازم يعمله بعد الهدف مباشرة أكرم توفيق، لأنك أنت كنت محتاج حركة دفاعية كبيرة في وسط الملعب عشان توقف الضغط بتاع سان داونز. حضرتك لمست نقطة مهمة جدا، البعض بيقول انه في اجهاد موجود زي ما حضرتك تفضلت وقلت، سواء للنادي الاهلي او للزمالك او بره مصر او جوه مصر، كل فرق العالم كل الناس مجهدة، وطبعا الفرق اللي بتشارك في بطولات اكتر بيبقى الاجهاد عليها اعلى طبعاً. زي ما حضرتك ذكرت ان الاهلي اكتر من بطولة، وزي ما ضربت امثلة بفرق اوروبية، فهنا البعض بيقول لك طب
دور المدير الفني ان هو يستغل القايمه الكبيره اللي موجوده معاه اللي موجود فيها لعيبه كتيره جدا ويديهم فرص ويديهم ويعتمد عليهم في بعض اللقاءات عشان يقدر يعمل روتيشن يساعده في جميع اللقاءات. طبعا وده مربوط انا بربط الجزئيه دي بالكلام اللي حضرتك بتقوله على اكرم توفيق ان انت عندك لعيبه ممكن تكون فريش اكتر يعني السوليه واضح انه جدا عند ممكن تديهم بعض بعض الدقائق بعض اللقاءات. بتشوف ان موسيماني محتاج يشتغل على الحته دي شويه ان يعمل تدوير اكتر من كده شويه؟ طبعا بس هو عنده مشكله تانية الاصابات الكتيره في مفاتيح لعب اساسيه في النادي الاهلي ولها ادوار مهمه. الاهلي حمدي فتحي علي معلول واجايب اللي غاب فتره طويله الثلاثه دول ليهم ادوار مهمه جدا. صحيح ان الاهلي لما استعان ببعض البدلاء في بعض المباريات السهله ما بانش ان الاهلي لا ده ابان انه عنده دكه جامده يعني لكن كمان عنده مشكله تانية ان في بعض اللعيبه مجهده قوي لدرجه انها يعني ادوارها الايجابيه في الملعب دفاعا وهجوما مش واضحه. السوليه ده مش ده السوليه اللي كان بيعمل مشاوير دفاعيه وهجوميه كبيره. الشحات مستوى لا لازم يدي اكتر من كده ما ينفعش. واحنا اتكلمنا في الحكايه دي قبل كده صحيح. حسين لازم مش معقول يعيش على ماتش كل خمس ماتشات او هدف كل خمس مباريات. ما يبقاش ليه هدف في كاس العالم للانديه فيعيش عليه مثلا يعني مثلا يعني اربع خمس مباريات في الدوري لا ما ينفعش. لازم يبقى هو عنده اكتر من كده لازم يديه صحيح. لازم يبقى اكثر قوه في الالتحامات. لازم يدافع بجد لما يرجع يدافع مش يحلق. التحليق ده يعني طاهر بيدافع طاهر محمد طاهر لما بيرجع بيستخلص كوره ودي حاجه مهمه جدا. ده حاجه مهمه قوي في الكوره دلوقتي يعني. فدي حاجه يعني ثلاث حاجات عند موسيماني عامله له يعني مشكله يعني الاصابات الاجهاد البعض حاله اللعيبه الاساسيين اللي بيشاركوا يعني.